كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. برحب فيكم بمطبخي مع انتصار أطيب، واليوم عملت لكم وصفة ولا أطيب لكيكة البطاطا الحلوة بالكروكان. شوفوا الجمال، روعة عن جد، بتشهي كتير كتير طيبة. واللي بحب هالوصفة يتفضل معي لحتى نعملها مع بعض. لهالوصفة ثلاثة بيض، عندي نص كوب من السكر البني، عندي هنا حاطة أنا هذا السائل ربع كوب زيت وربع كوب زبدة سائلة كمان، ومعلقة فانيلا، وهون عندي أنا حبتين بطاطا حلوة مهروسين، وعندي هون جوز البقان اللي هو البيكان، وعندي هون ثلاث أرباع الكوب من الحليب، كوبين من الطحين، كوبين من الطحين عليه معلقة صغيرة من القرفة، وشوية رنفل اللي هو الجلوفز، وشوي رشة ملح صغيرة، معلقتين بيكنج باودر، معلقة ممسوحة من البيكنج سودا. وكل هذا اليوم رح نعمله، رح يطلع معنا أطيب كيكة بطاطا حلوة. هلأ أول شي رح نعمله، رح نخفق كل هاي المواد السائلة مع بعض اللي هي حطيناها. هلأ رح نضيف البطاطا الحلوة مباشرة بعد خفق البيض والزيت والزبدة، كل هاي القصص، ورح نخفق. هلأ رح نضيف الطحين بالتدريج شوي شوي، رح أخلطهم بهاي الشكل أنا قبل ما أشغل المشية على أوطى درجة. هلأ نضيف من الحليب شوي كمان. هلأ الحواف كلها نحرك بهذا الشكل حتى كل الطحين يختلط مع المزيج اللي عملناه، ما يضل عنا بالداير هون طحين. وهي آخر شي بالطحين. الطحين طبعا أنا خلطت كل المواد الناشفة معه، وهلأ رح أحط كمان الحليب، وهيك بيكون تقريبا قربنا نخلص هالكيكة الطيبة. هلأ بهاي المرحلة رح أضيف جوز البقان ورح أخلط. أنا هون زدت معلقتين كمان من الحليب البارد، وهلأ رح نصبهم في القالب، بس لو تشموا الريحة قد ما هي طيبة، بتجنن بتجنن. هلأ رح ندخل الكيك على فرن محميته مسبقا على درجة 350 فهرنهايت أو 180 درجة مئوية لحتى يستوي، بده من 35 ل40 دقيقة، بس إحنا بنشيك بعود أسنان وبنشوف إذا جهز معنا أو لا. شوفوا كيكتنا وجمالها، ما شاء الله روعة كتير طيبة. هلأ هون عم نعمل الكراميل، هون عنا صار الكراميل جاهز، حطيت عليه جوز البقان، شوفوا ما أحلاه، روعة ما شاء الله. هلأ خلاص بنصبه بالصينية وبنستنى لحتى ينشف. هون صبيتهم في الصينية، شايفين كيف؟ هلأ بس ينشفوا بكسرهم. هلأ هون أنا حطيت الكراميل بقلب كيس النايلون وبكسرهم هلأ بالشكل هذا. هون هذا الكراميل بعد ما كسرناه مع البيكان اللي هو جوز البقان، وهلأ بنزين الكيكة. هلأ رح نبلش نزين بالكيكة. أنا كنت مشغلة الكاميرا وطلعت مش مشغلة، فهلأ هيك بنكمل مع بعض كل التزيين. وهلأ رح نحط الكروكان. يا سلام، هيك بنكون خلصنا وصفتنا لهذا اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ولا تنسوا تعملوا هالوصفة الحلوة وتبعتوا لي التطبيقات، بكون سعيدة جدا فيها. وكمان لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب واللايك والشير، وشكرا جزيلا لمتابعتكم حبايب قلبي.